عليكم، مساكم الله بالخير. أنا اليوم في كوالالمبور ماليزيا من الطابق 46. حبيت أشكر لكل اللي دعا لي بالخير، وما وصلت هذه المكانات إلا من دعاكم حبايبي، جزاكم الله ألف خير، والله يوصلكم بعد لأعلى لا وأعلى إن شاء الله. من حجرتنا الجميلة بنت هاوس طابق 46، وهي المناظر. حبيت أشكر لكل من دعا لي بالتوفيق، وحس أنا فخور أن الله أعطاني التوفيق في حياتي إن شاء الله الدنيا وآخرة، وطبعا هذا جزء من دعاء المؤمنين إلي. الله يوفقكم إن شاء الله لكل خير. ماليزيا كوالالمبور، 18 أغسطس 2017، يوم الجمعة ليلة السبت، من حجرتنا في تايم سكوير برجاية هوتيل في بنت هاوس الطابق 46. الله يجمعنا وياكم في هالمحلات الحلوة ومحلات الطاهرة. شكرا لمملكة البحرين.